انضم إلينا من غزة مراسل الغد حازم البنا. حازم، يعني المتصدر في المباحثات واللقاء الذي عقد ما بين الوفد الأوروبي والوزراء من الحكومة الفلسطينية. نعم، مساء الخير. يعني عمليا هذه أكبر زيارة بحسب تصريح المسؤولين لسفراء الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، خاصة وأنها تضم هذا العدد الكبير من الممثلين عن الاتحاد الأوروبي. نتحدث عن 58 شخصية، 20 منهم سفراء وممثلين وقناصل عن دول الاتحاد الأوروبي. الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو الاطلاع عن قرب لهؤلاء الممثلين عن الاتحاد الأوروبي لطبيعة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة بعد العدوان الأخير. وربما الأكثر أهمية من ذلك أنها تحمل رسائل سياسية، سواء إلى الجانب الإسرائيلي بضرورة رفع الحصار، أو إلى الجانب الفلسطيني عبر دعوة القيادة الفلسطينية إلى ضرورة التوحد وإنهاء الانقسام والسماح للحكومة الفلسطينية للعمل في قطاع غزة. بطبيعة الحال هذا يرتبط بالخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس، ويرتبط أيضا بملف المصالحة. لكن بالمجمل سفراء الاتحاد الأوروبي قاموا بجولة على عدد من المشاريع الخاصة بهم هنا في قطاع غزة، مثل محطة التحلية، طبيعة بعض المشاريع الخاصة بالإعمار، أو الجوانب الأخرى المتعلقة بدعم قطاعات الصيادين والمزارعين، وأيضا ما يتعلق بمعبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. إذن هي جملة من التحركات لمتابعة مشاريع الأمم المتحدة الخاصة بالأوضاع المدنية والإنسانية في قطاع غزة. سفراء أو وزراء الحكومة الفلسطينية الذين جاءوا إلى قطاع غزة بالتزامن مع هذه الزيارة والتقوا مع سفراء الاتحاد الأوروبي كانوا يحاولون أن يعبروا عبر هذه المشاركة عن دور الحكومة الذي يتابع من خلال هؤلاء الوزراء في قطاع غزة، سواء ما يتعلق بالمشاريع الإعمار أو أيضا المشاريع التي تشرف عليها الحكومة هنا في قطاع غزة، ومحاولة دعوة سفراء الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للضغط أكثر على إسرائيل لرفع الحصار، أيضا ما يتعلق بضرورة التدخل المالي وضخ مزيد من الأموال لدعم المشاريع الخاصة في قطاع غزة. سؤال حازم، يعني هذا الأمر يأتي هنا السؤال، هل هناك مشاريع جديدة ستقام أعلن عنها الوفد الأوروبي في قطاع غزة لتقديم المساعدة وتسهيل حياة المواطن في القطاع؟ يعني لعل أهم المشاريع التي أعلن عنها أو دعمها الاتحاد الأوروبي هي محطة التحلية في دير البرح المركزية بطبيعة الحال، والتي تخدم جميع سكان محافظات قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة. هذه المحطة، محطة تحلية مياه البحر، بطبيعة الحال ستوفر المياه الصالحة للشرب وأيضا للمصانع والحركة الاقتصادية في قطاع غزة. نعرف بأنه أكثر من 97% من مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة ملوثة، وهناك الكثير من التقارير تحدثت عن ذلك. وهذا هو يعتبر أهم مشروع، إضافة إلى المشاريع المتعلقة أيضا بطبيعة الإعمار، مشاريع إعادة الإعمار، وهي الحاجات الملحة الإنسانية التي ينتظر من خلالها من تضرروا من العدوان الأخير على قطاع غزة أن تباشر جميع الدول المانحة بدفع عجلة الإعمار، بعيدا عن أي استقطابات سياسية أو أي اشتراطات أمنية كان في السابق يعني الحكومة الإسرائيلية تفرضها وتربط بين إعادة الجنود وتسريع عجلة الإعمار. لكن بطبيعة الحال هذا الأمر قد ألغي، والآن السفراء يحاولون إيصال هذه الرسائل لجميع الأطراف الداعمة في قطاع غزة أو عبر الجانب الإسرائيلي أو عبر العالم، لإرسال رسالة بضرورة دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة عبر اطلاعهم عن قرب على طبيعة هذه الأوضاع. لكن مسألة مهمة أيضا أخرى، الوقفة المطلبية التي جاءت للموظفين العموميين المقطوعة رواتبهم بقرار. سريعا، ما مضمون الرسالة التي قدمت للوفد الأوروبي؟ لم أسمع السؤال جيدا. على عجالة يا حازم، يعني مضمون الرسالة التي قدمت من الموظفين للوفد الأوروبي؟ باختصار هذه الرسالة تطالب سفراء الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطة الفلسطينية لضرورة إلغاء هذه القرارات الخاصة بقطع رواتبهم وإعادة تفعيلها، اعتبار بأنها تخالف القوانين الفلسطينية وتدفع باتجاه قطاع العمل العام في الحكومة أو الرواتب لتسييسها. هذا الأمر مرفوض من قبل شرائح كبيرة، سواء فصائلية أو من قبل الموظفين العموميين، وحاولون عبر هذه الزيارة الكبيرة لسفراء الاتحاد الأوروبي أن تضغط على السلطة لإعادة صرف رواتب هؤلاء الموظفين العموميين. حازم البنا مراسل الغد، كنت معنا من غزة، شكرا على كل هذه المعلومات.